السلام عليكم، مرحبا بكم خوتي. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. على بالي بلي تاخرنا في هذا الموضوع، بصح رغم ذلك غادي نشوفوا اليوم الزياره تاع رئيسنا عمي تبون لولايه تيزي وزو، وايضا غادي نشوفوا كيفاش استقبلوا ناس تيزي وزو الرئيس تاعنا عمي تبون خوتنا ردا على اعداء الوطن اللي هما الخونه، وايضا غادي نشوفوا قبيلي حر يرد على فرحات مهني، غادي يوجه رساله قويه. تبعوا معنا ما تراطوش الفيديو، لي لايك والبارطاج كيما العاده. طلعوا لنا الفيديو اللي ماش مشترك اشترك وفعل زي جرس. قبل ما نبداو نتمنى منكم كامل الاشتراك في القناه، اللي ماش مشترك اشترك وفعل زي جرس ولي لايك والبارطاج، دعمونا الفيديو طلعوه وخلونا نبداو. بسم الله. المهم انا بديت لكم الفيديو تاعنا بهذا المقطع باش نوصلوا رساله للجوارينا اللي هوب، راكم تشوفوا الفرق بين الرئيس تاعنا عمي تبون وميمي سيسيكم، يعني راكم تشوفوا كيفاش يتعامل الرئيس مع الشعب تاعو، ماشي كيما راكم فاهمين داخلين هابوس وركع وقول عاش. لي لايك وزيدوا تبعوا. او العلام تاع الجزائر في بومبا ايسونس تاع الدخله تاع بيني دوالا، راني في الدشره تاعي، هاي ليك الدشره تاعي، تحيه للجزائر من بيني دوالا او الجامع الله يبارك. حبيت كنفوت ميساج لفرحات مهندي، هذا السيد لك شوف هنا معطوب للناس، على ما تقولهمش الناس بليك انا اللي شاركت في القتيله تاعو، قولهم للناس بليك انا شاركت في القتيله تاع معطوب، ما تهضرش باسم معطوب، معطوب وطني جزائري، معطوب ما كانش ضد بلادو. المهم هذا قبيلي حر خوتنا راه يوجه كيما قلت لكم رساله لفرحات مهني، انا حبيت نجيب لكم في البدايه تاع الفيديو الرساله تاعه، ومن بعدها نشوفوا واش دار الرئيس تاعنا عمي تبون وكيفاش استقبلوه في ولايه تيزي وزو. اسمع يا فرحات مهني وسمعوا كامل الخونه تاع الوطن، تبعوا معنا. كان ضد العصابه اللي راهي في الحبس، وانت يا راك تهضر اليوم باسم معطوب كان معطوب ماكيست ولا انفصالي، معطوب جامي كان انفصالي، ومعطوب كان ناسيوناليست 100%. تحيه للجزائر، تحيه لكاع 50 ولايه. فرحات مهني لا يماثل منطقه القبائل، لا يوجد الماكيست في بيني دوالا، اعداء الجزائر. المهم كيما شفتوا الرساله من عند خونا قبيلي الحر خوتنا، قال لكم تحيه للجزائر، تحيه 58 ولايه، والاعداء تاع الوطن على بالي بلي راهم هنا، سيختو بعد ما شافوا زياره تاع رئيسنا عمي تبون لولايه تيزي وزو وشافوا كيفاش استقبلوه كامل. المهم سمحت يا فرحه مهني وسمحتوا يا اللي راكم تتبعوا في اتباعه، يعني هذا قبيلي حر، ماشي كيما اللي راهم لاعبينها بالقبائل وراهم يضربوا في بلادنا الجزائر. المهم لي لايك وزيدوا تبعوا. المهم كيما شفتوا هنا لحظة استقبال رئيس تاعنا عمي تبون من طرف هادو الأطفال الصغار، شفتوا طريقة الكلام مع الرئيس تاعنا وشفتوا واش راهم لابسين أيضا، يعني لازم تعقلوا عليهم لأن كاين واحد جوارين كل ما يشوفوا حاجة يدوها، لذلك أحرزوا خوتنا. المهم لي لايك وزيدوا تبعوا. شوف الفخامة وشوف المشية، ماشي كيما المشية تاع ميمي سيستيعك، يعني يتمشى والشعب يجري من مورا، واحد يبوس له واحد يركع له واحد عاش. شوف الشعب هنايا واقفين والرئيس تاعهم فايت وهما يحيوا في عادي، فرق بيننا وبينكم، يعني ما راناش كيف كيف. زيدوا تبعوا خوتنا. المهم هنا في تيزي وزو لحظة استقبال الرئيس تاعنا عمي تبون من طرف الشعب في ولاية تيزي وزو، وكيما راكم تشوفوا الرئيس تاعنا مع شنقريحة راهم للزوج في ولاية تيزي وزو، ومن بعد يخرجوا لك أعداء الوطن يقول لك لا ما غاديش يستقبلوه. المهم هذه الزيارة تاع رئيسنا لولاية تيزي وزو لصقت لهم هنا سيختو الخونة، لي لايك وزيدوا تبعوا. سمعتوا خوتنا واش قال له؟ قال له الجزائر موحدة، هذا أيضا من ولاية تيزي وزو، يعني هذه رسالة للناس اللي راهم يقولوا باللي القبائل ماشي مع الجزائر وكامل، كيما فرحة مهني وأتباعه،
المهم سمعتوا هذا القبيلي الحر واش قال له. وايضا راكم تشوفوا الرئيس تاع العام يتبون كيفاش راه يروح عند الشعب ويخمس لهم كامل. زيدوا تبعوا. كما شفتوا خوتنا استقبال تاع رئيس نعامي تبون من طرف شعب في ولايه تيزي وزو، وسمحتوا ايضا هذا القبيلي واش قال له؟ قال له الجزائر دائما تبقى موحده، يعني عكس ما راه يقول فرحات مهني واتباعه، وهذه رساله ليهم باش تزيد تلصق لهم غايه، لي لايك وزيدوا تبعوا. سيد الرئيس 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 مرحبا بك عبيد حميده سيد الرئيس مرحبا بك عبيد حميده انا معاك انا معاك مرحبا بك الرئيس مرحبا بك سيد الرئيس تحيا الجزائر تحيا الجزائر تحيا الجزائر عبيد حميده مرحبا بك المهم كيما شفتوا خوتنا يعني هذا مواطن من ولايه تيزي وزو خوتنا قاعد يعيط للرئيس تاعنا عمي تبون ومع ذلك الرئيس سمعه وجاء عنده مباشره وسمعتوا ايضا واش قال له؟ قال له رانا معاك يعني غير روح وحنا رانا من موراك ما تقلقش كامل هذه رساله ايضا للاعداء تاع الوطن وحتى جوارينا اللي هوك يعني اللي ما راهمش باغيين الرئيس تاعنا يزيد العهده الثانيه معليش لي لايك وزيدوا تبعوا هذه بعيدا على السكاني اللي قسموه في الجزائر هنا لحظه تدشين الرئيس تاعنا عمي تبون لمستشفى في ولايه تيزي وزو في هذه الزياره اللي قام بها زيدوا تبعوا زيدوا المهم كيما شفتوا الرئيس تاعنا في الزياره تاعه لولايه تيزي وزو قام بتدشين مستشفى جديد يسعوا ل 500 سرير يعني هذه رساله للناس اللي راهم يقارعونا دائما ويحاسبونا راني قلت لكم شحال العدد 500 سرير في هذا المستشفى الجديد اللي دشناه الرئيس تاعنا بولايه تيزي وزو يعني راني عطيتكم الحساب زيدوا استخبروا شويه بالك تلقوا اخبار جديده لي لايك وزيدوا تبعوا اهلا وسهلا بكم سيد الرئيس الى ولايتكم تيزي وزو راكم نورتوا الجزائر من تيزي وزو بارك الله فيكم مع الوحده مبروك لكم أنا مسرورين بزيارتكم إلى ولاية تيزي وزو تعبتوا عليه لكي ديجا تطلع الولاية كما رانا نافونجو فيها. سيد الرئيس أنا كمخرج سينمائي وابن شهيد عندنا حنايا لاباز اللي راسين حابين نكتبوا تاريخ الجزائر. تاريخ الجزائر ألور هذا هو حنايا الأساس نتاعنا نو مجاهدين اللي فهمت الشهيد المهم كيما شفتوا كيفاش رحبوا بالرئيس تاعنا عمي تبون في ولايه تيزي وزو يعني شفنا من قبل الشعب كيفاش رحبوا به وايضا كيما شفتوا واش تكلم معاه هذا المواطن من ولايه تيزي وزو يعني قال له مرحبا بك وشرفتنا بعد ما حضرت في الولايه تاعنا وايضا قال له واش رانا باغيين نديروا من اجل بلادنا يعني الجزائري تلقاه يخمم في بلادها بصح واحد الجالي هوك تلقاه يخمم غير في كرشاه وهارب من الجوع والفقر هذا ما كان المهم لي لايك وزيدوا تبعوا المهم العياشي اللي مش خاش تقول بلي طوابير وكامل هنا لحظة استقبال رئيس تاعنا عمي تبون من طرف الشعب في ولاية تيزي وزو انا جبت لكم هذا الفيديو باش نوجه رسالة لأعداء تاع الوطن فرحات مهني وغيرهم يعني راهم يقولوا بلي ما استقبلوش وكامل راكم تشوفوا هادو كامل الشعب كانوا حاضرين قبل ما يحضر الرئيس تاعنا يعني كانوا ينتظروا فيه في هذا المكان يعني باش تعرفوا بلي كامل سكان تيزي وزو قبائل احرار ماشي فرحات مهني وجماعته جاوا باش يستقبلوا الرئيس تاعنا عمي تبون وايضا كامل راهم مع بلادهم واقفين لي لايك وزيدوا تبعوا راني جايب لكم واحد المقطع على بالي بلي غادي يحرحر بزاف ناس منهم جوارينا والاعداء والخوانا تبعوا معنا الان الاوان ان اعلن اني ساترشح للعوده الثانيه مثل ما يسمح بها الدستور اذا الشعب قرر التزكيه اهلا وسهلا والا انا كنت قمت بواجب يعني نفوز من واجب واللي يجي يكمل الله يسهل
المهم كما سمعتوا في هذا المقطع وقلت لكم بلي هذا المقطع غادي يلصقها بزاف وحدين ما باغيينش الرئيس تاعنا باش يترشح للعهده الثانيه، وراه وصل لهم الرساله مباشره. يعني هذا الفيديو بعد الزياره تاع رئيسنا عميد تبون لولايه تيزي وزو خرج مباشره واعلن الترشح تاعه للعهده الثانيه، يعني بغيتو ولا كرهتو. جوارينا ولا الخوانا اللي راهم هنا يعني في بلادهم واحد الناس وما باغيينش الرئيس تاعنا عميد تبون باش يترشح، لا حول ولا قوه الا بالله. المهم الرئيس تاعنا راه اعلن الترشح تاعه للعهده الثانيه، وانتم طبلوا ولا ديروا اللي راكم باغيين، والشعب اللي راهم معاه هما اللي غادي يوقفوا معاه ماشي نتوما. على بالنا بلي نتوما غادي تحوسوا كيفاش تخلطوها ولا ديروا، بصح ما تقدروا ديروا والو لان كامل الجزائريين راهم هكا، يعني 58 ولايه. حتى الجهات على القبائل اللي كنتوا تقولوا بلي ما راهمش مع بلادهم وكامل وراهم عكس الرئيس تبون وعكس وعكس، راهم بينوا لكم في هذا الزياره تاع رئيسنا لولايه تيزي وزو بلي كامل الجزائر 58 ولايه راهم مع بعضياتهم وراهم واقفين من اجل بلادهم، يعني راكم غير طبلوا من بعيد. يعني جماعه فرحه مهني وجماعه المازدا في اومليت بالبيض وغيركم راكم غير طبلوا من بعيد وما تقدروا ديروا والو ما دام رجال واقفين في هذه البلاد. يعني حنايا تسمونا الجزائر وحنا قاره ما راناش زريبه قنتو دوره، يعني في هذيك البلاد تقدروا ديروا كل شيء، بصح في بلادنا ما تقدروا ديروا والو لان الرجال راهم واقفين من اجل بلادهم. وتحيه الجزائر دائما وابدا وربي يرحم الشهداء. المهم شكرا لكامل الناس اللي تابعوا معنا الفيديو حتى النهايه، ربي يحفظكم. اعطونا رايكم في التعليقات، ما تنساوش باه تطلعونا هذا الفيديو وصلوه خليه يوصل الاعداء تاع الوطن، وسيختو الجرالي هوك وصلوا لها هذا الفيديو. اللي ماش مشترك يشترك ويفعل زر الجرس، فعلوا زر الجرس باش تلقوا فيديو جديد اللي راح نحطهم في القناه. ان شاء الله نتلاقاو في حلقه جديده. سلام.